حياكم الله مجددا، نلتقي بكم في المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19، وسنشارك معكم فيه اليوم الأوضاع العالمية وبعض الدراسات المتعلقة بهذا الفيروس أو المتعلقة باللقاحات عنه. كذلك سنشارككم الموضوع المتعلق بالمؤشرات الوبائية في المملكة العربية السعودية، كذلك مستجدات اللقاحات وأبرز الاستفسارات الشائعة سيتم الإجابة عنها كذلك هذا اليوم، إضافة إلى مشاركتكم كما اعتدتم على أبرز الإحصائيات والخدمات الصحية. فيما يتعلق بالأوضاع العالمية، طبعا الجائحة لا تزال مستمرة ولا تزال دول العالم المتعددة ترصدها وتبلغ عن الحالات الجديدة والمستجدة فيها، ومن جملة ذلك تصل الأعداد حول العالم المؤكدة طبعا بالإصابة منذ بدء الجائحة وحتى الآن تتجاوز 216 مليون حالة مؤكدة، إضافة إلى أن حالات التعافي تجاوزت 193 مليون، فيما أن إجمالي حالات الوفيات قد تجاوز 4,508,000. والأمور الجيدة والمبشرة أن العالم مستمر بمواجهة هذه الجائحة من خلال أبرز الأسلحة وأهمها في مواجهتها ومقاومتها، وهي اللقاحات. بتجاوز اللقاحات والجرعات المعطاة لهذه باللقاحات المضادة لهذا الفيروس حتى الآن 5 مليار جرعة معطاة حول العالم. هنالك طبعا استفسارات مهمة جدا ترد حول قضية تبديل اللقاحات أو ما يسميه البعض خلط اللقاحات، بمعنى آخر أن يأخذ الجرعة الأولى من اللقاح الذي يستلزم جرعتين بجرعة أخرى منشطة من نوع، والجرعة الثانية من نوع آخر. هذه التساؤلات تتبادر إلى أذهان البعض ممن أخذوا جرعتهم الأولى وينتظرون أو يرغبون بالحصول على جرعتهم الثانية. أمر مهم جدا أن نشير إلى أن هذا التبديل أو ما يسميه البعض الخلط للقاحات أمر آمن وفعال، وذلك للقاحات التي نتحدث عنها هنا المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وهي التي نركز عليها فيما نتحدث عن حاليا. والأمن نقصد فيه بأنها من ناحية المأمونية في الاستخدام على الشخص الذي يتلقاها هي آمنة بحمد الله، وكذلك فعالة أي تحدث التنشيط المنشود والمطلوب من تلقي الجرعة الثانية. بمعنى لو شخص عن اللقاحات المعتمدة عندنا في المملكة العربية السعودية أخذ الجرعة الأولى من فايزر بايونتك والجرعة الثانية من أسترازينيكا أوكسفورد أو من موديرنا، هذا الأمر آمن وفعال. أيضا لو كانت الأولى من أسترازينيكا أوكسفورد وأخذ الثانية فايزر بايونتك أو موديرنا، فهذا أيضا مناسب. الأولى موديرنا وأي نوع من النوعين الآخرين كذلك، هذا مناسب وآمن وفعال. أي تبديل بين اللقاحات بين الأولى والثانية من هذه الأنواع المعتمدة عندنا في المملكة العربية السعودية، الدراسات أشارت إلى مأمونيتها وفعاليتها وحدوث التنشيط، بل بعض الدراسات أشارت إلى أن هذا التبديل قد يعطي تنشيطا مناعيا أفضل، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التحورات، وهي أمر طبعا نعرف أهميته في المراحل الحالية، ونعرف خاصة المتحور دلتا هو أكثرها قلقا ومدى انتشاره وأنه هو السائد عالميا. طبعا هذه المسألة نؤكد فيها على نقطة أخرى هامة جدا، وهي أن الجرعة الثانية بشكل عام والاستعجال فيها هو الأمر الرئيسي. الأهم في هذه المرحلة أن نبادر بعد أخذنا الجرعة الأولى لاستكمال التحصين بالحصول على جرعتين، هذا هو الأمر المهم. فلماذا ذلك؟ لأن هذا هو السبيل الوحيد لمواجهة التحورات، خاصة تحور دلتا. أيضا هو الأمر الوحيد الذي من خلاله يتم رفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، فالجرعة الأولى تؤتي ردة فعل مناعية لكنها لن تصل إلى الأهداف العالية المطلوبة وبشكل مناسب لمواجهة هذا الفيروس، خاصة في ظل وجود التحورات والتحور دلتا بشكل أخص. هي أيضا هامة لتحقيق المناعة المجتمعية. هذه طبعا بعض الصور أو من وثائق ومستندات لأبحاث ودراسات علمية محكمة صدرت فيما يتعلق بمأمونية وفعالية وقيمة قضية التبديل بين اللقاحات. فيما يتعلق بالمؤشرات الوبائية، كما تلاحظون بحمد الله منحنى الحالات المؤكدة من العربية السعودية يشهد توجه في المنحنى باتجاهات إيجابية جدا، نسأل الله أن تواصل هذه الاتجاهات الإيجابية استمراريتها لنكون بإذن الله في مأمونية صحية أفضل وأفضل. النسب المئوية من مستوياتها السابقة العالية تتجاوز أو تقترب من نزول إيجابي بمستوى 85% تقريبا، وهذا أمر جدا طيب وجدا مبشر، ويعزى بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إلى عدة أمور، ولكن أهم أمرين رئيسيين في ذلك استمرارنا
بتقيدنا بالاحترازات الوبائية الملائمة لهذه المراحل من الجائحة، وإقبالنا الواعي على تلقي اللقاحات واستكمالها بالجرعتين، وهذه من أهم الأمور في المراحل الحالية، ولنحافظ على ما نكسبه حاليا من اتجاهات إيجابية ونواصلها. هذه المؤشرات بطبيعة الحال هل تعضدها مؤشرات أخرى؟ هل هذه المنحنيات تنسجم مع بقية المؤشرات الأخرى في مواجهة الجائحة ومعرفة الأداء؟ الحالات الحرجة هو مؤشر مهم جدا أيضا نرصد في المنحنى، ودائما نعرف أن الحالات الحرجة تتبع المنحنى للحالات الإصابات بأسبوعين أو أكثر من ذلك بشيء قليل. ولاحظوا أن المنحنى أيضا يسجل على مدى الأسابيع الأخيرة تحسن واتجاه إيجابي، وبحمد الله يحقق انخفاض في عدد الحالات الحرجة المنومة في العناية المركزة حاليا بنسبة 40% من المستويات السابقة التي كان عليها. وهذا أمر أيضا يضاف إلى المؤشرات الأخرى، ونؤكد أولا ونجدد دعائنا لكافة المرضى بالسلامة والصحة والعافية، وبالأخص منهم على أسرة العناية الحرجة، وكذلك نؤكد على أن نواصل هذه المكاسب وهذه الاتجاهات الإيجابية بمواصلتنا تلقي اللقاحات واستكمالها بجرعتين والتزامنا بالاحترازات والبروتوكولات الملائمة لأي نشاط نمارسه في مجتمعنا. فيما يتعلق باللقاحات، الحمد لله تجاوز أعطاء الجرعات المملكة العربية السعودية 36 مليون جرعة، استفاد منها مختلف شرائح المجتمع المستهدفة. طبعا هنالك استفسارات هامة تردنا عن الأطفال الأقل من سن 12 سنة، لماذا؟ لأن الفئات المستهدفة في هذه المرحلة لم تشملهم حتى الآن، لأن الدراسات قائمة وموجودة، بعض نتائجها الأولية قد تكون باتجاهات مبشرة، لكن نراقب نتابع، لدينا لجان وطنية جهات علمية متخصصة تتابع وتساهم، ومتى ما استجد في أمر اللقاحات المعتمدة لدينا في المملكة العربية السعودية إمكانية إتاحتها لأي فئة عمرية معينة سيتم كما تعودتم مشاركتكم ذلك أولا بأول. حتى ذلك الحين هنالك أمور واستفسارات نرصدها ونتابعها، من ضمن ذلك هل يصاب الأطفال أساسا الأقل من 12 سنة بالعدوى بفيروس كورونا المسبب لكوفيد 19؟ الإجابة بوضوح نعم، ممكن أن يصابوا، وأصيبت حالات وسجلت ومعروفة ومرصودة. الأمر الآخر، هل يصاب الطفل الرضيع بالعدوى؟ نعم، حتى الأطفال الأصغر سنا في مرحلة الأطفال الرضع ممكن أن يصابوا وأن يكتسبوا العدوى ويصابوا بالمرض. هل ممكن أن تظهر أعراض على الطفل الرضيع أو الطفل المصاب بشكل عام؟ نعم، هنالك نسبة واحتمالية أن تكون موجودة. بشكل عام شدة المرض في الأطفال من هذا السن أقل من غيرهم، ولكنها موجودة ومرصودة، وقد تزيد مع وجود بعض المشاكل الصحية الأخرى عند الطفل. هل إذا يصيب الطفل ينقل العدوى أم فقط تكون المسألة مسألة أنه يصاب بالعدوى ولا ينقلها للآخرين؟ نعم، الفرصة موجودة، وبإمكان العدوى التي تصيب الطفل أن تنتقل منه للآخرين وأن تسبب انتشار للعدوى، وهذا أمر مهم جدا ويجب أن نكون واعين له. هل الإصابة قد تؤدي إلى الوفاة؟ طبعا مسألة تدهور الحالة الصحية بعد الإصابة وظهور أعراض والحرج ثم أن تؤدي إلى الوفاة أيضا كذلك مرصود وموجود، وسجل في دول من حول العالم حالات وفيات في فئة الأطفال، وهذا طبعا لا شك أنه مؤلم لكل الفئات العمرية، ولا نرجوه ولا نرغب به، والحماية بإذن الله تقي من ذلك. كيف نحمي الأطفال من دون سن 12 من العمر حتى تستجد مستجدات تتعلق بأمور إمكانية استفادتهم من اللقاحات؟ حتى ذلك الحين تذكيرهم وغرس السلوكيات الهامة فيهم للاحترازات الصحية أمر مهم جدا. وجانب آخر يجب أن نعيه، بقية أفراد الأسرة الآخرين الذين مع هؤلاء الأطفال في المنزل، يجب أن نحرص ونبادر ونسارع على استكمال اللقاح بجرعتين، فهذا يقلل المخاطر على الأطفال ويقلل أيضا المخاطر من انتقال العدوى منهم لا قدر الله إلى بقية أفراد الأسرة. فيما يتعلق بالاستفسارات الواردة على مركز الاتصال 937، هل يلزم الطالب المتعافي جرعتين للذهاب إلى المدرسة؟ طبعا هذا السؤال قد يكون نابع من قضية إذا كان الطفل أصيب سابقا ثم تعافى وأخذ جرعة، هل جرعة بعد التعافي كافية أم لا؟ طبعا نذكر الجميع بأننا في مراحل مهمة في مواجهة الجائحة تتعلق بتحورات، ومن ضمنها تحور دلتا، وقلنا بأنه موجود وقلنا بأنه منتشر وقلنا بأنه هنالك أمور علمية ترتبت على ذلك ومستجدات في قضية اللقاحات، فجرعة واحدة لا تكفي.
مناعة طبيعية ناتجة عن تعافي سابق لا تكفي، مناعة أو تعافي مع جرعة واحدة لا تكفي، لابد من استكمال التحصين بجرعتين لمواجهته. ونعم يلزم الطالب أن يحصل على الجرعتين بغض النظر إذا كان لديه إصابة سابقة وتعافى منها أو لا للحضور إلى المدرسة. وبشكل عام هذه توصية للجميع أن يبادروا للجرعتين لأن فيها الأمان والسلامة لهم. فيما يتعلق بالإحصائيات المملكة العربية السعودية، الحالات المؤكدة تصل حتى الآن إلى 544,004 حالات، فيما أن حالات التعافي بحمد الله من بينها بلغت 532,126، ونسأل الله أن يتمم على الجميع الصحة والسلامة والعافية. حالات الوفيات بلغت 8,532، نسأل الله لهم جميعا الرحمة والمغفرة. الحالات النشطة 3,346، الحالات الحرجة 952، ونسأل الله لهم عاجل الشفاء وتمام العافية. بهذا نصل وإياكم إلى تلقي أسئلة الصحفيين. صحيفة المواطن، سؤال لمتحدث وزارة الصحة، ما صحة انخفاض فعالية لقاح فايزر مع انتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا؟ طبعا قضية السلالات الجديدة بالأخص ما نتحدث عن دلتا، بحكم أنه الآن هو السائد وهو الأكثر انتشار في العالم وهو محور التركيز والاهتمام وهو الأكثر إثارة للقلق. الدراسات أشارت إلى أن جرعة واحدة من اللقاحات، ونتحدث عن ما يهمنا ويعنينا في مجتمعنا اللقاحات المعتمدة لدينا، وبشكل عام حتى الخبراء يرون في اللقاحات الأخرى كلها المتوفرة بأن جرعة واحدة من هذه اللقاحات في مواجهة هذا التحور تحديدا لا تكفي ولا تستطيع أن ترفع مستوى المناعة لمواجهة هذا الفيروس بهذا التحور. لذلك صدرت دراسات كانت مطمئنة في المقابل بحمد الله بأن تلقي الجرعتين يحقق مستوى مناعة يواجه وفعال وبإذن الله مناسب لمقاومة هذا التحور. ونحن نتحدث هنا عن الدراسات التي صدرت بأخذ الجرعتين للقاحات المعتمدة لدينا في المملكة العربية السعودية. إذن باختصار، مع وجود متحور دلتا جرعة واحدة لا تكفي، الجرعتين الحمد لله الأبحاث طمأنتنا بأنها تلك المعتمدة في المملكة العربية السعودية مهمة جدا وتؤتي ثمار مواجهة الأضرار الناتجة عن هذا التحور. بإشارة الزملاء نكون وصلنا إلى نهاية تلقي أسئلة الصحفيين. المؤتمر مستمر فيما يتعلق بمشاركة جهات فاعلة في مواجهة هذه الجائحة وفي كل مراحلها، نشكرهم دائما ونجدد لهم الشكر. وحتى ألتقيكم إن شاء الله بإذن الله في المؤتمر القادم، دمتم بخير وفي رعاية الله وحفظه وأمانه، في أمان الله. شكرا لكم دكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة. الآن مشاهدينا يتحدث إليكم الأستاذ سعد الحماد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع. أولا نشكر الدكتور عبدالعال على هذه الكلمات المطمئنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بزوال هذه الجائحة عاجلا غير آجل. فيما يخص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في هذا المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا COVID-19 اليوم بحول الله سوف نتحدث عن محورين رئيسيين. المحور الأول متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل في القطاع الخاص، أما المحور الثاني نسبة من بادروا بأخذ اللقاح في كل من القطاعين العام والخاص. فيما يخص المحور الأول، واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل في القطاع الخاص للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19 وخلق بيئة عمل آمنة وصحية. وعلى ذلك نتج من هذه الجولات الرقابية منذ بداية عام 2021 وحتى 22 أغسطس 2021، قامت الفرق الرقابية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالوقوف على أكثر من 735,000 منشأة للتأكد من مدى التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذهم للتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19 وخلق بيئة عمل آمنة وصحية. بلغ أيضا عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية التي ضبطتها الوزارة أكثر من 8,945 مخالفة سجلت على منشآت القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك بلغت عدد المخالفات التي سجلت على أفراد يعملون داخل منشآت القطاع الخاص 10,465 مخالفة.
بالإضافة إلى ذلك مجموع الإنذارات التي وجهتها أو التي استقبلتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضد منشآت القطاع الخاص بشأن الإجراءات الاحترازية أكثر من 57,864. بلغ عدد البلاغات الواردة للوزارة بشأن مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية 22,223 بلاغا. أيضا بلغ إجمالي مخالفات الإجراءات الاحترازية سواء على المنشآت أو على الأفراد أكثر من 19,410 مخالفات. فيما يخص المحور الثاني، نسبة من بادروا بأخذ اللقاح في كل من القطاعين العام والخاص تشكل نسبة المحصنين من موظفات وموظفين القطاع العام نسبة 97% من إجمالي عدد الموظفين. أيضا نسبة المحصنين من العاملين والعاملات في القطاع الخاص 96% من إجمالي عدد العاملين الذين أخذوا اللقاح. بالإضافة إلى ذلك ارتفعت نسبة المحصنين في القطاع العام والخاص، يشير حقيقة إلى ازدياد نسبة الوعي بين الموظفين والموظفات والعاملين والعاملات وارتفاع نسبة الأمان الصحي في بيئة العمل. أخيرا نشير إلى أن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي جهود مكملة لكافة أجهزة الدولة، وهي متماشية في المقام الأول مع كافة المجهودات التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين منذ بدء الجائحة وحتى هذه اللحظة لحماية الإنسان وحفظ صحته. لذا ندعو الجميع إلى الإسراع في المبادرة بالحصول على اللقاح، وذلك حفظا لسلامة الجميع من هذا الوباء المنتشر. ونؤكد على أهمية استكمال التحصين على الجرعة الثانية من اللقاح بالنسبة لمن تلقوا الجرعة الأولى، حيث تشير التقارير الصادرة من الجهات المعنية إلى أن جرعة واحدة غير كافية لمواجهة كورونا والمتحورات المقلقة. نذكر الجميع بأهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حتى بعد الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، وعدم التهاون في ذلك كي لا نخسر مكتسباتنا التي وصلنا لها حتى الآن. كما نهيب بالجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. حقيقة نعول كثيرا على المجتمع بالمبادرة على الإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها في جانب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعلى أي مخالفة تخص نظام بيئة العمل عبر تطبيق معا للرصد المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية أو من خلال الرقم الموحد 199-11 أو من خلال قنوات الوزارة الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الآن نصل إلى أسئلة الصحفيين. أمل السعيد، صحيفة عكاظ. سؤال موجه لمتحدث وزارة الموارد البشرية، هل تقرر إيقاف العمل عن بعد وتحديدا لدى الجهات الحكومية؟ وماذا عن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؟ وهل هناك مستجدات حول ذلك؟ وشكرا. طبعا ما زال العمل عن بعد مستمر، ويعتبر حقيقة نمط العمل عن بعد من الأساليب الجديدة والحديثة التي أثبتت نجاحها وفعاليتها خلال فترة الجائحة، ومكنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع الجهات الحكومية من الاستفادة من هذا النمط من خلال تحديد نسبة التي تراها الجهة مناسبة على ألا تتجاوز هذه النسبة 25%. فيما يخص الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وحول ما يستجد في ذلك، يكمن دور الجهات الحكومية في تطبيق ما تصدره هيئة الصحة العامة وقاية حيال الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وأصدرت الوزارة بالتعاون مع وقاية أدلة إجرائية وبروتوكولات وقائية للقطاع العام وللقطاع الخاص للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 في مقرات الأعمال. وتقوم هيئة الصحة العامة وقاية بشكل مستمر بتحديث هذه الإجراءات بما يحقق الأمان الصحي في مقرات العمل لكل من القطاع العام والخاص. بإشارة الزملاء تنتهي أسئلة الصحفيين، وختاما نشكر لكم حسن استماعكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل ما يحب ويرضى. شكر لكم أستاذ سعد الحماد، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. شكرا للمشاهدين، وأمنياتنا للوطن والعالم بالصحة والسلامة.